كيف طبعاً اليوم راح نسوي حفلة يا جماعة، راح نسوي حفلة عيد الأضحى ومعنا المتابعين اللي يحبونا وايد. مثل ما تشوفون ما شاء الله سارة شرت هذا البيت حق الحفلة، والحين مثل ما تشوفون هكذا المتابعين، بسم الله الرحمن الرحيم، والحين لازم نروح الصالون عشان نجهز. لازم ناخذ سيارة كبيرة ونكتب عليها بنروح الصالون عشان كلهم يقعدون ونروح الصالون، صح يا سارة؟ يلا يا جماعة الحين طبعا بنروح الصالون. اوكي يا جماعة الحين بنروح الصالون وبنسوي بنعدل روحنا حق العيد الأضحى. اوكي مثل ما تشوفون كلنا قعدنا، طبعا الحين بنروح الصالون، مرة متحمسين حق الحفلة يا جماعة صراحة، لأن مرة بيكون يعني وايد حلو الحفلة، أحسها بتكون مرة رهيبة. شوفوا يا جماعة وصلنا الصالون هني، طبعا حب ننزل ونعدل روحنا ونيدكم، يلا نزلوا كلكم. اوكي يا جماعة مثل ما تشوفون ما شاء الله كلهم جاء متابعين وكلهم حلوين الحلم وينك من زمان، يا هلا كنت متحقق بدي، كان ما بيني وبينك امتحان، هانت الظروف وعدى كل شيء، عدى كل شيء. يا هلا بالحلم وينك من زمان، يا هلا كنت متحقق بدي، كان ما بيني وبينك امتحان، هانت الظروف وعدى كل شيء، عدى كل شيء. من نويتك وانت في بالي هدف، والسعيل عمره ما يوم يوقف، في حياتي ما تعودت الصدف، ما يخيب اصرار نابع من شغف. يبان جوهري في داخلي له نبض حي، قصتي بفعالية هالزمان، كان يا ما كان اصرار قوي، اصرار قوي، معدني بظروفي الصعبة يبان جوهري في داخلي له نبض حي، قصتي بفعالية هالزمان، كان يا ما كان اصرار قوي، اصرار قوي. من نويتك وانت في بالي هدف، والسعيلك عمره ما يوم يوقف، في حياتي ما تعودت الصدف، ما يخيب اصرار نابع من شغف. من نويتك وانت في بالي هدف، والسعيلك عمره ما يوم يوقف.
نرسم البسمة وطن كل وقت وكل حين. الخروف شالت معاها مروان، والله يا جماعة
كنسري ورويا يا جماعه خد الخروف عشان ما تبي نقتله لا تحبه يا جماعه لازم نروح عنده ها وناخذ الخروف اوكي يا جماعه لازم نروح عند ساره وناخذ الخروف منها اهلا اهلا
العام وانتم بخير. عيد هلو يا هلا يا مرحبا يا مسهلا، وعادوا كل الملوك. كل عام وانتم بخير، فرحة أم المسلمين من عند رب العالمين، الله يوفقنا اجمعين. كل عام وانتم بخير، والعيد معناه حلا، للي تواجد فالصلاة همزار ربعه واقربا. ماليني حب وحساس، غير انت تاج الراس وهذا مكانك. حبك سوالف لي